هي دي مصر وهنا القاهرة، هنا مسيرة من العطاء المليئة بيعني الإبداع والفن، قوة مصر الحقيقية الناعمة اللي لازم نتذكرها النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الإعلاميين اللي بيوافق عيد الإذاعة المصرية. زي ما قلنا لحضراتكم في الحقيقة في أسامي كتيرة قوي، لو الواحد يعني قرر إن هو يرصد هذه الأسامي من الإذاعيين أو من الإعلاميين أيضا في التلفزيون فحدث ولا حرج، وافتح القوس ومش هيتقفل من كتر الأسامي ومن كتر العظماء اللي موجودين عندنا في مصر واللي انطلقوا من هنا من ماسبيرو. خلونا نروح دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة. لكن صباح الخير يا هالة الأول. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الفل هالة. سؤال حلقتنا التشاركي اللي بنشارك فيه يعني السادة المشاهدين، ويعني بناخد الإجابات سواء كان على السوشيال ميديا فيسبوك أو تويتر أو الانستجرام، بيقول إيه البرنامج اللي انت مرتبط بيه من ذكرياتك في الطفولة سواء كان برنامج إذاعة أو تلفزيون؟ إيه البرنامج اللي أقول إذاعة وتلفزيون ولا أقول الإذاعة؟ بص لو الإذاعة الأول أنا كنت بحب قوي أسمع هلا حشيش في At Your Request كل يوم جمعة، يعني ده كان برنامجي المفضل لأنه كانت بتجيب الأغاني الأجنبي، أنا كنت بحب الأغاني الإنجليش يعني. ولكن أفتكر كويس قوي إن أنا وأنا رايحة المدرسة الصبح كان بوبي بيفتح الراديو وكان بيسمع إذاعة الشرق الأوسط. مش قادرة أفتكر برنامج معين، لكن أنا فاكرة قوي إن أنا كمان كنت بحب قوي صوتين تحديداً أسمعهم، صوت أستاذ حسن حامد وصوت سناء منصور. أستاذة سناء منصور، أستاذة سناء منصور كان صوتها مميز جداً، وكنت بسمعها من إذاعة مونت كارلو. تعرف اللي هي كانت بتكرر من امبارح من ماسبيرو؟ عارفة طبعاً. يعني أنا بالنسبة لي صوت أستاذ حسن حامد وصوت أستاذة سناء منصور وصوت أستاذة هالة حشيش كانوا يعني انسبايرين جداً بالنسبة لي. كان نفسي كده يعني أطلع أبقى مذيعة لما بس كنت بسمع صوتهم يعني اتكلمتي على عظماء واستاذه هاله الحديدي، وبنتكلم على اسامي كتير قوي. هاله الحديدي بالظبط، بنتكلم على اسامي واستاذه حنان منصور. ولو هقول لك بقى على التلفزيون، انا كنت بحب ماما نجوى قوي، كنت بحب برنامج بقلص جدا، وكنت بحب نادي السينما برضو استاذه يعني دوريا شرف الدين. نتمنى يعني استاذتنا العظيمه نجوى ابراهيم تكون بتتفرج علينا ونصبح عليها يعني ماما نجوى طبعا ربنا يديها الصحه. يا ريت. صباح الفل عليك.